السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كونوا معنا. أنا حقيقة قبلت أكون مستشار لدى هذه المجموعة. أولا شرف لي جدا أن أكون مستشار لدى هذه المجموعة، يعني عندهم برنامج عالمي ينطلقون منه، عندهم قدرة على الابتكار، عندهم قدرة على التدقيق، عندهم قدرة كذلك على إجراء الأبحاث المخبرية والأبحاث، وقريبا إن شاء الله سترى النور قريبا، وكذلك جمعوا ما بين الطب التقليدي والطب الشعبي، فهم يعني مجموعة متكاملة حقيقة. يعني أنا لي الشرف أن يعني أنا أكون مستشار لديهم. نسأل الله عز وجل أن تكون الأمور على أحسن ما يكون بإذن الله تعالى. بعد تقديم مبادئ وأساسيات علم الحجامة، سنقدم مادة الإبحار في علم الاحتجام، ليتسنى لطالب العلم فهم الحجامة والتعمق فيها، وبالله التوفيق. بداية لابد على من أراد الدخول في هذا المجال أن يضع نصب عينيه تقوى الله عز وجل والإخلاص لله في عمله، وعليه أن يبدأ بتعلم الأحاديث الواردة في الحجامة ويعرف منها ما هو الصحيح وما هو ضعيف، وأن يتعلم على يد مختص في هذا المجال، لأن المريض أمانة بين يديه، فيكون المعالج ضامن. وليس المقصود هنا بالضامن أي ضامن الشفاء، بل إذا حدث أي خطأ أدى إلى الضرر أو الهلاك فهو متعدي وعليه الدية والله أعلم، وعليه احترام الآخرين من المعالجين واحترام مدارسهم والتعلم منهم ما فيه خير هذا العلم، وعليه أن يكون على قدر عالي من الخبرة العلمية والعملية، وأن لا يقف إلى حد معين في العلم والتعلم، بل عليه متابعة الدراسات والأبحاث الحديثة في هذا العلم لمواكبة أي معلومات جديدة تفيده في عمله وينفع بها الناس. تبيض الدم هو في الظاهر هو ارتفاع ضغط الدم، يعني كما تكلم عنه أهل الاختصاص سواء كان في الطب الحديث أو غيره. طبعا ارتفاع ضغط الدم يسمى بالموت الصامت، وهو من أخطر الأمراض التي تؤدي بحياة الإنسان. هذا والله أعلم. على المعالج أولا وقبل كل شيء أن يتقي الله في نفسه وفي خلقه، ثانيا أن يتواضع لله ولخلقه، ثالثا أن لا يغتر بنفسه، رابعا أن يتلقى العلم من مصادره الموثوقة وبالأخص العلم الشرعي، خامسا أن يحتك ويتواصل مع من هم أعلم منه وأكبر منه في هذا المجال. سبحان الله، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه كما يقول ابن الأثير في كتابه الكامل. كنت أستيقظ لصلاة العصر عند أذان العصر، فأذهب لي أتوضأ، أدخل الحمام للوضوء فينزل الدم من أنفي، وأبقى إلى تقريبا يعني الدقائق الأخيرة لإقامة الصلاة، فأحد الأخوة نصحني أن أحتجم. ذهبت لجاري احتجمت عنده كأس واحد يعني خلف الرأس بين الأذنين، وكان يعني سبحان الله شفاء بسبب هذه الكأس. خلال وجودي معه في غرفة الحجامة وعدد المحتجمين الذين سبقوني، عشقت هذا الأمر وبدأت أقرأ عنه كثيرا. يعني ما من كتاب يتعلق بالحجامة إلا اشتريت هذا الكتاب وقرأته وتعلمت، وكنت أزور هذا الأخ أحيانا في اليوم في الأسبوع مرتين ثلاث، نجلس نتناقش ونتذاكر في أمور الحجامة، إلى أن أتقنت الحجامة علميا، ثم طبقت الحجامة عمليا أمام هذا الرجل، ومن يومها بدأت العمل بالحجامة. تحياكم الله أخواننا وأخواتنا مع مجموعة الحجامة هدي نبوي، هذه المجموعة الدولية أسأل الله التيسير لها. سعد الله أوقاتك أستاذ ياسر، بارك الله فيك. أنا أيضا سعيد يعني جدا بلقائك وأشكرك على هذا البرنامج، أنا أتابعه جدا وأستفيد جدا من حضرتك طبعا ومن المختصين الذين تستضيفهم، وأشجعك على الاستمرار في هذه الحلقات المفيدة، وأنا أستفيد منكم ومن المختصين الأساتذة الذين تستضيفهم. بارك الله فيك ونفع الله بك، جزاكم الله خير على استضافتنا. الأشخاص الذين يعانون من الضغط المنخفض، كثرة الحجامة أو عدد كاسات الحجامة تؤثر على هؤلاء، وممكن يصبح عندهم يعني 100% حالة إغماء. فلذلك
لا بد لك أن تسأل المريض هل يعاني من الضغط المنخفض، فإذا كان عنده ضغط منخفض يعني يجب عليك أن تراعي هذا الأمر وتقوم بنقطة واحدة وتسأل المريض يعني هل أنت في وضع طبيعي، أو ممكن تسأله أنه يقول دعاء معك حتى تتأكد أنه هو صاحي. في بعض الناس تقوم بالحجامة يغمى عليهم مباشرة، خاصة اللي يعانون من الضغط المنخفض.